السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة على سفنج بطريقة سام الجميل او بطريقة زمان اللي كانت كيديروها يعني سفنج مطفي في البيض، كتجي بطريقة زوينة بزاف وبنينة. كنتمنى تنال اعجابكم. هذا هو السفنج بالبيض او سفنج مطفي في البيض كيف كتشوفوا معايا. وهذا درتوه عادي، انتم كديروا على حسب عدد الافراد ديال الاسره. انا درت كل واحد وحده، درت فيها بيضه. وهذا كيف كتشوفوا درتو خاوي بلا بيض بنفس العجين. كنتمنى انه ينال اعجابكم وتجربوه. ما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. خليكم تتابعوا معايا وصفه السفنج مطفي في البيض. غادي نبداو على بركه الله. وغادي نحتاجو ان شاء الله في العجين ديال هذا السفنج هذا، انا غادي نستعمل غير نصف المقادير، نتوما ممكن تضاعفوا المقادير. عندي 250 غرام ديال الطعير، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال خميره الخبز او خميره فوريه، نص كيس ديال خميره الحلوى، انا عندي فيه 8 غرام، غادي نستعمل غير 4 غرام. والماء دافي باش غادي نجمع هاد العجينه. العجينه خاصها تكون مرخوفه بزاف كتلصق في اليدين. غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نحضرها. غادا ناخذ الاناء اللي غادي نعجن فيه، ممكن تعجنوه بايديكم، غير هو كنصيحه خصكم تدلكوها مزيان حتى كتبدا ترطع باش يجينا السفنج من فوق وهشيش. غادي نخوي 250 غرام ديال الطعير، غادي نضيف معلقه صغيره ديال خميرة الخبز او خميرة فورية، نص كيس ديال خميرة الحلوى، معلقة صغيرة ديال الملحة، غادي نضيف الماء، الماء الكافي، وكنبدا نعجن. كيف كتشوفوا معايا العجينه ديالي مازال خصها الماء، واخا هكا كتلصق مازال يخصها الماء. غادي نضيف بشويه بشويه ونعاود ندلكها. صافي دابا العجينه ديالنا هي دلكات مزيان كيف كتشوفوا، كتكون على هذا الشكل يعني مرخوفه بزاف. دابا غادي نغطيها، غادي نبدلها من الاناء لواحد اخر. دابا خديت زلافه درت فيها الزيت العادي، زيت المائده، غادي نحط فيها العجينه ديالي. باش نخليها ترتاح الا بغيتو طريقه السفنج العادي غادي تلقاوه في صندوق الوصف في الرابط ديالو، ولا غادي تلقاوه في التعليق، في اول تعليق غادي يكون في هذا الفيديو. وغادي نخليها ترتاح ونرجع معكم ان شاء الله من بعد ما ترتاح العجينه ديالنا. صافي دابا من بعد ما تضاعف الحجم ديال العجينه ديالي كيف كتشوفوا، غادي ناخذ العجينه، غادي ندهن ايدي بالزيت كيف كتشوفوا معايا، كناخذ شويه الزيت ندهن ايدي باش نشكل كرات عجينه نخويها من الهواء اللي دخل ليها. وغادي نشكل كرات بالحجم اللي بغينا، غادي نصغرهم شويه، هذا هو الحجم ديالهم. غادي ناخذ شي لاطا او شي حاجه شي طصيل ندهنو بالزيت باش ما يلصقش لينا، وكنحط فيه الكرات ديالي.
كنستمر بنفس العمليه نشكل العجينه ديالي كامله. الزيت ما غاديش نديرو يسخن دابا حتى كنكمل الكرات ديالي، وكنخلي في الوقت اللي غادي نخليه يرتاح كندير الزيت يسخن، حيت هاد العجينه هادي ما غاديش نخليها ترتاح مره اخرى مده طويله، غير الوقيته اللي غادي يسخن لينا فيه الزيت. غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها ترتاح على ما يسخن لينا الزيت. صافي دابا الزيت درتو كيسخن، العجينه ارتاحت ليا، كنوجد البيض. غادي ندير البيض على حسب اللي بغيتو نتوما، وحدين غادي نديرهم خاويين وحدين غادي نديرهم بالبيض، غادي نوريكم الطريقه كيفاش. صافي دابا من بعد ما درت الزيت كيسخن، العجينه ديالي ارتاحت، غادي نبدا نطيب في العجينه. كيف غادي تشوفوا معايا، كيف كتشوفوا معايا الزيت راه سخن. كناخذ الزيت كندهن به ايدي مزيان، وغادي ناخذ كره من العجينه كيف غادي تشوفوا معايا، وكنبدا نسرح بها، نسرح فيها بهذه الطريقه. طريقه سهله بزاف، غير الزيت خصو يكون سخون وايديكم دهنوها بالزيت. شوفوا معايا، حاولوا ما تقبوش العجينه اصلا حيت هي مدلوكه مزيان، ما غاديش تقب لينا الا جريناها بالجهد. صافي دابا غادي نديرها، بسم الله. العافيه كنقص منها دابا باش يطيب لينا على خاطرو. غادي نخليو نخلي معكم، ما غاديش نقطع هذا الجزء هذا باش تشوفوا معايا كيفاش كندير بالضبط. دابا غادي نقلبها هكا، كناخذ بيضه، نختاروا بيضه تكون صغيره، غادي نرش شويه ديال الملحه، كندهن ايدي بالزيت. غادي ناخذ كره واحده اخرى كتشوفوا بهذه الطريقه كنحلها. الزيت يكون سخون، غادي نقلب السفنج ديالي وكندير بيض الوسط. غادي نشد بحال هكا باش ما يسيحش من البيض. كنديرها في مقله فيها غير شويه ديال الزيت، من بعد ما طيب لينا شي مده كتحمر. كتشوفوا راه هادي راه طابت، غنخليها تحمر شويه. غادي ندير شويه ديال الملحه، كنهزها بشويه. كنحطها في مقله وحده اخرى فيها غير شويه ديال الزيت، ونخليها على عافيه مهيله باش يشد لينا هذا البيض. غادي نعاود معكم مره اخرى.
بالنسبة لهذه غادي نقلبها، كنقلبها بسرعة. غادي نهز هاد السفنج هادي بعد ما طابت، نديرها في المقلة اللي فيها غير شوية ديال الزيت، يكون سخون حتى هي صافي. غادي نكمل بنفس الطريقة، غادي نوريكم بالنسبة اللي غادي نديرهم بلا بيض. مرة أخرى كندهن إيدي بالزيت، كنجيب السفنج ديالي أو عجينة ديال السفنج بحال هكا. هاد المرة ما غاديش نديرها رقيقة بزاف، غير بحال هكا كيف تشوفوا. غادي نعاود واحدة أخرى، صافي ها هي السفنجة الأولى بالبيض، ها هي كيف كتشوفو كتجي على هاد الشكل. أما بالنسبة لهذا اللي بلا بيض غادي نقلبو حتى هو بنفس الطريقة، وكناخد معلقة وكنعمر هاد الحفرة هادي باش طيب وتنفخ. صافي كنكمل بنفس العملية وكنحيد هاد السفنج ديالي، راه ما كيجيش شارب الزيت نهائيا، ولكن ممكن انكم يعني ماشي بالضرورة انكم غادي ديروها كل اسبوع اولا كل شهر، كدار مرة في شحال. هذا بالنسبة اللي تيقولوا انها غادي تكون الزيت مضرة، ولكن راه بصح غادي ما غاديش نديروها دائما، غير مرة في شحال. مع واحد البراد اتاي كتجي زوينه بزاف. صافي غادي نكمل بنفس العمليه ونطلعوا ان شاء الله بعد ما يطيب لينا العجينه كامل. صافي هذا هو السفنج ديالي من بعد ما طاب، كيف كتشوفوا معايا هذا هو اللي مطفي في البيض، كيجي المذاق ديالو زوين بزاف كتشوفوا. وهذا اللي درته بلا بيض كيف كتشوفوا حتى هو كيجي هشيش وزوين. كنتمنى وصفتنا ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها، ما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده.